كور، لان قلت لكم اللي كنت محضره قبل كله راح وانجا عملته هو كتير بسرعه. يلا دونك بالنسبه للالسن نرجع نتذكر بشكل سريع ككور، يعني قد ما فينا يعني لا يخلص الباوربوينت اللي معي بنوقف. دونك بالنسبه للستابيليتي دي زالسان، احنا بنعرف انه الالسان كل ما كان بلو سبستيتويه هو اللي حيكون لما يكون بلو سبستيتويه بيكون هو بلو ستاب. دونك عشان هيك قلنا هذيك المره انه اذا انا عندي السان تتخا سبستيتويه حيكون بلو ستابل من 3 سبستيتويه بلو ستابل من دي سبستيتويه. بس حتى ضمن دي سبستيتويه عندنا الترانس بلو ستابل من 6، وعندنا لما يكون الاثنين قرب من ميله واحده كمان بيطلع بلو ستاب، هذا بنسميه انا لسان جيمينال اللي هو الجن هذا اللي معي هون. بس انا بهمني اكثر انكم تعرفوا انه السيس عفوا الترانس بلو ستابل كو 6، وكل ما كان بلو سبستيتويه بيكون هو الالسان بلو ستابل. يلا نطلع شوي هون كيف بنحضر الالسان. تحضير الالسان هو بيصير باغ اليمينيشن اللي شفناهم قبل شوي، تحضيرهم باغ اليمينيشن كيف بيصير. فاذا بيكون انا عندي ديزيدغاتاسيون، دونك انا اللي معي هون مثلا باغ اكزومبل هون عندي اش بلس بكل بساطه، اش بلس دلتا حيفك الاو اش اللي معي ويحضر انا الالسان. هيدا الالسان البوتاتر اللي معي هون انا اللي هو اونتر السي اش والسي اش اللي معي هون، يعني بنكون طيرنا هيدا الاو اش مع هيدا الاش، او بالعكس الاو اش مع هيدا الاش اللي هون. فاذا بيعطيني اثنين برودوي، واكيد نحن قلنا اللي بلو سبستيتويه اللي هو مثلا اللي معي هون هيدا الالسان بلو سبستيتويه حيكون هو الالسان البلو ستابل سولون زايد زاف. نفس الحكي اللي معي هون تحت، عندي احتمالين، يا بطير هيدا الاو اش وبعمل مع اللي قبله او بعمل مع اللي بعده. دونك انا عندي هو الاحتمالين سوري هون اللي عندي انا هون في عندي غير ارانجمون تذكر بس اوكي. دونك انا هون انا عندي اياها مثل ما شفناها قبل شوي بالاكزرسيت الشابتر اللي مضى، انا هون عندي اش بلس دلتا حتعمل او ان، او ان حنحط اش بلس او اش بلس حنطير هاي حيطلع عندي كاربوكاتيون. هيدا الكاربوكاتيون هون منه ستابل، وين بلو ستابل؟ لما ينحط على التخسيخ تبعه هون. دونك بس ينحط على التخسيخ تبعه عنده الاحتمال الاكبر انه يعمل الليزون دوبل، هي حتكون ترسيير حتعمل دوبل ليزون هون بهذا الشكل لتطير مع الهيدروجين اللي هون ليطلع عندي لو بلو سبستيتويه هو هيدا اللي هون، هو الكربون هو الكومبوزي الالسان البلو سبستيتويه وكمان اللي كي سوبي لو ريارانجمون. فاذا هيدا اللي هون حيطلع هو البلو ستابل. كمان نحن قلنا انه اذا اللي هي نزلت نفس المنطق تبع ديزي غاتاسيون ال سولون او 1 او او 2، قلنا اذا كانت عندي اياها الباز نو انكومبري بروح صوب زايد زاف، ساعتها الكربون الالسان اللي بده يطلع عندي هو حيكون الالسان لو بلو سبستيتويابل هيدا اللي معي هون. بنلاحظ انه حيطلع عندي 3 سبستيتويه اكثر من دي سبستيتويه، واذا كان عندي باز انكومبري قلنا شو بدي اعمل؟ ساعتها جو في فافوريزي لا برودكسيون لمين؟ للموان ستابل اللي هو مين؟ اللي هو الدي سبستيتويه اللي انا معي هون. دونك هيدا هون دي سبستيتويه، هيدا 3 سبستيتويه دي فافوريزي ليه؟ لانه اللي عندي هون سيت اون باز انكومبري. هيدي اوفمان او انتي زايد زاف. هون عم نحكي بس انه مثل ما اتفقنا انه اذا عندي اثنين برودوي اكيد عنده نفس النمبر دو يعني دي سبستيتويه اثنيناتهم، هيدا دي سبستيتويه وهيدا دي سبستيتويه اثنيناتهم بنشوف نحن الترانس اللي هو حيكون بلو ماجوريتير بالنسبه للسيس. اخر وحده لنحضر فيها الالسان هي اذا انا بدي انطلق من السين. هون ركزوا فيها شوي لهيدي، إذا أنا عندي أنالسين هيدا الألسين بده يعطيني ألسان، يعني بنكسر وحدة من الدوبل ليزون تاعته أش من هون وأش من هون. بس عندنا احتمالين، يا إما بدي روح صوب الألسان سيس يا إما بدي روح صوب الألسان ترانس.
دونك حسب الرياكتيف اللي انا بستعمله. اذا بنستعمل H2 لندلار، اللندلار بياخذني صوب انالسان 6، دونك الالسان تبعي بده يطلع انالسان 6 مثل ما شايفين من نفس الميله. لو استعملت بدل ال H2 لندلار ال NaNH3 حيعطيني ان برودوي ترانس، ساعتها كنا شفنا هيدا من تاني ميلي بهيدا الشكل وعش عبرنا هاي، دونك حيطلع معي بهيدا الشكل لو استعملت NaNH3 مش ال H2 لندلار. دونك H2 لندلار بياخذني من السين لالسان 6، وال NaNH3 بياخذني صوب الالسين ترانس، عفوا الالسان ترانس. بالنسبة للرياكسيون ديز ألسان، الفكرة بالرياكسيون ديز ألسان هو اللي بدو الحفظ، يعني نحن بدنا ننتبه بالرياكسيون ديز ألسان بدنا نحفظهم. ما تهملوهم، منن صعبين، شوي بيضيعوا بس بدنا نحفظهم. دونك اللي عنا اياهم هون شو حيصير؟ أول الرياكسيون ديز ألسان أون جينيرال، مثل ما حكينا بشابيتر السبستيتيسيون، عنا هون دوبل ليزون، مش دوبلي نون ليانت، بس هيدا كمان حيعمل لي يلي هون ان سيت نيوكليوفيل ليقدر يعمل اتاك على هيدا سيت الكتروفيل. بنفس المنطقة حنشتغل نحن هون. دونك عندي دوبل ليزون، هاي دوبل ليزون بتعمل اتاك على شيء ثاني ليقدر يعطيني البرودوي فورمي. بشكل عام هيدي دوبل ليزون فا اتخ رومبو، حنكسر الدوبل ليزون، شو حيعطيني ساعتها؟ الأ حيقعد بميلي والبي حيقعد بميلي ثاني. دونك أول رياكسيون مع الألسان حتكون الرياكسيون ديدروجيناسيون اللي هي مع H2. H2 توجور ان بريزونس دان كاتاليزور، سوا بي تي سوا بي دي سوا ار اتش سوا نيكل. اللي حيصير عندنا هون، حنكسر البي اللي هي دوبل ليزون، حط اتش افون اتش ابخي ليعطيني ساعتها الالكان اللي معي. بدي انتبه انه هاي الاديسيون سيت اون اديسيون 6، يعني الاثنين هيدروجين سون اديسيوني دو ميم كوتي، يعني سوا اثنيناتهم من تحت سوا اثنيناتهم من فوق. اذا تطلعوا هون ساعتها اذا بدي ادرس ستيريوشيمي لهيدي الرياكسيون حيطلع مره ار ار مره اس اس مثلا، ساعتها حيطلع عندي ان ميلانج غاسينيك دو دو زينانتيومير. او اذا وحده ار والثانيه اس حتقوم الثانيه تصير اس ار، كمان حيطلع عندي ان ميلانج غاسينيك دو دو زينانتيومير. اوكي دونك بدي انتبه هيدا الشيء لانه الاتاك بتصير من الميلتين بدو ميم كوتي، دونك حيطلع ميلانج لاسينيك. دكتور بس ما سمعت شو قلت، عم يقطش عندي كان. اوكي هيك احسن؟ وي اوكي هرجع عيد. كنت عم اقول لكم انه اللي بيصير عندي اياه هون لما اعمل H2 اديسيون دي هيدروجين، هيدا ال H2 حيكسر الدوبل ليزون ويقعد الاش من كل ميله، مره اش من هون ومره اش من هون. مره حيكون اثنيناتهم من تحت من تحت مره اثنيناتهم من فوق لانه الاديسيون الاديسيون 6. فاذا يا اما حيطلع اثنيناتهم من تحت يا اما حيطلع اثنيناتهم من فوق، فحيعطوني ان ميلانج دو دو زينانتيومير اللي حيطلعوا معي الاثنين هن اثنين انانتيومير. دونك لو ميلانج حنسميه ميلانج راسينيك. إذا كانوا الاثنين كربون تعولاتي هن اثنين كربون ايدنتيكمون سبستيتويابل، عملت اديسيون دو H2. هلا هون عاملين ان D2 مثل ال H2. بذكركم انه D هو الايزوتوب للهيدروجين اللي هو الدوتيريوم H12. مهم اذا انا عندي هون H2، هاي ال H2 بدها تكون يا اثنيناتها من فوق يا اثنيناتها من تحت، بس الاثنين كربون اللي عندي اياهم انا هن ايدنتيكمون سبستيتويابل. اذا بنطلع نحن بس نرس بس نعمل الكونفيجوراسيون تاعتنا، كونفيجوراسيون الار والاس، اول واحد حيطلع ار، ثاني واحد حيطلع اس. دونك اذا قلبناهم حيطلع عندي اس وار. دونك شو بنلاحظ ساعتها؟ بنلاحظ انه هول عندي اثنين كربون اسيمتريك ايدنتيكمون سبستيتويابل، عندهم بلان دو سيمتري، ومره ار اس مت مره تانية اس ار، هيدا بنسميه سمين هذيك المره ان كومبوزي ميز. عشان هيك اذا بدكم كمان هون الميلانج حيكون ميلانج اوبتيكمون اناكتيف، اذا بدنا نحكي كمان عن الاكتيفيتي اوبتيك. اوكي شيء كمان اللي انا بدي اقوله انه
les aromatiques, les groupements aromatiques, en présence de H2, la halon, ma bien le réaction. يعني مثلا هون عندي ألسان من فوق أنا مع H2 انكسر وي عطاني CH2 CH3 هاي سي بون. المشكلة وين بس؟ ليش كان الأروماتيك؟ الأروماتيك نو بو با سوبير دي ديزيدروجين عفوا ديزيدروجيناسيون مثل هاي إلا لما يكون أ دي كونديسيون بريسيز أ تخي غران تمبيراتور و تخي غران بريسيون يعني أ أون تمبيراتور أي بريسيون ساعتها بيقدر يتكسر ويتكلن ويعطيني ساعتها الجروب اللي معي هون اللي هو السيكلو اكسان. تكي بس اوكي في بس شغلتين حعلق عليهم قبل ما نبلش بباقي الرياكسيونات. سي لا رياكسيون لي رياكسيون داديسيون. ممكن يكونوا دي رياكسيون داديسيون مثل ما شفنا قبل شوي 6 او نسميه ونسين. يعني الاثنين جروبمان ا اي بي سون اديسيوني دو ميم كوتي. عندي ا من هون وبي من هون اثنيناتهم من فوق او اثنيناتهم من تحت بنسميه اديسيون سين او بيان اديسيون 6. بالعكس لما يكون عندي وحدة من فوق ووحدة من تحت ساعتها بنسميها addition trans أو bien addition anti. شغلة تانية اللي حتهمنا بالحكي اللي حنحكي بعد شوي هي الـ règle de Markovnikov. règle de Markovnikov شو بتقول؟ بتقول إنه دائما نحن لنصنع الـ produit le plus stable le proton issu de l'halogène ou alcane se fixe sur le carbone le moins substitué. يعني إذا أنا par exemple هون عندي HBr إلنا نحن بدي أكسر الدوبل ليزون حيصير عندي من ميلي عندي بدي أحط H ومن ميلي بدي أحط Br. طب وين بدي أحط ال H وين بدي أحط ال Br؟ هلا هون حيصير في عنا غير أرانجمون هلا بعد شوي بحكي فيها. بس اللي بدي اياكم تعرفوه انه دائما نحن بنحط الهيدروجين حس اذا كنت عم بحكي ماركوفنيكوف بنحط الهيدروجين على الكربون اللي عنده اكثر هيدروجين. دونك سولو ماركوفنيكوف الهيدروجين بيروح على الكربون اللي عنده اكثر هيدروجين البي ار بيروح على الكربون الثاني. بس هلا هون عندي ريارانجمون يعني رس مكتوب هون ما كثير حيفيدني بس اتفقنا. دونك سولو ماركوفنيكوف الهيدروجين بيروح على الكربون اللي عليه اكثر هيدروجين. هات لنطلع حنبلش باول رياكسيون هي رياكسيون اش اكس. ليكو شو حطيت لكم بمربعات حتشوفوا كثير بمربعات مثل هون سوري هون مثلا كل شيء حاطط لكم اياه انا بمربعات هو بدكم تعرفوه كثير منيح لكل وحده من الرياكسيونات اللي انا معي اياها. دونك دونك مثلا انا هون عندي اديسيون دو اش اكس بس اقول اش اكس يعني مثلا اش بي ار اش سي ال اتسيتيرا اش اي اتسيتيرا. عاده نحكي بالاش بي ار. هيدي الرياكسيون بدنا نحفظ انه هيدي الرياكسيون هي سولو ماركوفنيكوف يعني مثل ما اتفقنا اي اوسي باس بار ان كاربوكاتيون. دونك هيدا الشيء اللي انا بهمني انه هي ان باس بار ان كاربوكاتيون. شو حيصير فعليا؟ انا عم بعمل اديسيون دو اش بي ار. HBr يعني H plus و Br moins إذا بدكم. الميكانيزم تبعها كيف بيصير؟ هيدي الدوبل ليزون حتعمل أتاك على الهيدروجين تفك ال Br. قلنا الهيدروجين لوين حيروح؟ حيروح عند الكربون اللي عنده أكثر H. يعني لو هون كان عندي هيدروجين الهيدروجين حيجي لعند رفيقه الهيدروجين اللي ناطره. دونك الهيدروجين حيروح عند الكربون اللي حامل الهيدروجين أساسا. الكربون الثاني حيصير كربوكاتيون عشان هيك قلنا الباس بار ان كربوكاتيون سولو ماركوفنيكوف. شو حيصير هلا؟ هيدا الاكس موا شو حيعمل؟ حيعمل اتاك على الكربوكاتيون ولانه عندي كربوكاتيون كربوكاتيون بلانير ساعتها حيعمل اتاك يا من فوق يا من تحت مثل ما شفنا بال اس ان ان او بالاس ان ان جينيرال او او ان. دونك اللي حيصير عندي هون انه الاكس موا حيعمل اتاك من فوق اتك من تحت على هيدا الكربون ليعطيني اللي معي هنا هون. اوكي
دونك سي اكس من ميلي والسي اش من ميلي، الاش راحت على بلوس سبستيتوي. بس مثل ما اتفقنا انه الباس على كامبوكاتيون دونك هي بوسيبيليتي دو ريارانجمون، هذا الشيء اللي حنشوفه هون. دونك اللي معي انا هون فاذا اوكي اللي حيصير انه عندي دوبل ليزمون، دوبل ليزمون حتعمل اتاك على البي ار، عفوا على الاش، والبي ار حتروح. الاش وين حتروح؟ وين حتقعد الاش؟ حتقعد على الكربون على الكربون لبلو هيدروجيني موا سبستيتوي. هون عندي اثنين هيدروجين، هون ما عندي شيء، الهيدروجين بتقعد على اللي عنده اثنين هيدروجين. دونك وين صار الكربوكاتيون؟ صار الكربوكاتيون على الكربون الثاني، صار الكربوكاتيون على هيدا اللي عندي هون. ليه؟ لانه ستابل. عشان هيك بيقول ماركوف نيكوف لما نعمل كربوكاتيون هالكربوكاتيون بده يكون ستابل، ساعتها شو حيطلع؟ عشان هيك حيطلع على بلوس سبستيتوي هذا الكربوكاتيون. ساعتها شو حنعمل؟ حنعمل اتاك للبي ار على هيدا الكربوكاتيون، ساعتها حيطلع معي هيدا الكومبوزي اللي هون في غلط، هيدا اللي هون هي بي ار. وما ننسى انه الاتاك حتكون من فوق ومن تحت او ميم طون، اذا بدكم نشوفها من هون ليه؟ لانه انا بس اعمل كربوكاتيون، هذا الكربوكاتيون حيصير دون لو بلان، حيصير انا كله اللي عندي اياه هون دون لو بلان، الكربوكاتيون الاش والسي اش 3 دون لو ميم بلان. دونك شو حيطلع عندي ساعتها؟ البي ار موان يل بو فير اتاك دي دو كوتي، من فوق او من تحت، ليعطيني الاثنين سواء اس سواء ار. دونك يعطيني ان ميلانج غاسيميك مثل ما اتفقنا، وهي رياكسيون سي رياكسيون غاسيميزونت مثل الرياكسيون اس ان ان اللي كنا عاملينها قبل. اوكي نفس الشيء هون اللي كنت عم اقوله انه اليا بوسيبيليتي دو ريارانجمون. اللي معي هون انا شو عندي؟ دوبل ليزون حتعمل اتاك على الهيدروجين، البي ار حتفك. شو حيصير عندي فاذا؟ الهيدروجين وين حيقعد؟ على الكربون لو بلو سبستيتوي دونك هون، عفوا على البلو هيدروجيني دونك هذا اللي هون لو سبستيتوي. دونك شو بقى عندي؟ هيدا طلع كربوكاتيون، هيدا الكربوكاتيون اللي هون يل بو سوبي ان ريارانجمون وبيجي لهون. دونك حيطلع عندي انا هون ان كربوكاتيون تخسيير، هو اللي بيعطيني اللي معي هون البرودوي ماجوريتير، الثاني حيكون مينوريتير، والثاني شيء عندي هون لنفس السبب. اي سؤال لهون؟ قبل ما حل اكزرسيسات هيدا بس لاحظوا تليفوني عم بيضايق، ما تواخذوني لحظة بس. اوكي يا حدا عنده شي سؤال ولا ماشي الحال؟ اوكي بالنسبه لهيدي عم بيقول لك كاي لو برودوي ماجور دو لا رياكسيون سيفون. هات لنطلع بهيدي الرياكسيون شو اي واحد من هو حيجي مع من الاش بي ار. الاش بي ار بس بده يجي بده يكسر وحده من هول الثلاثه، لانه قال لي ان اكيفالون. من هلا بس اقول ان اكيفالون يعني اون موليكول دو اش بي ار بدها تعمل هي الاتاك. دونك هات لنطلع، انا عندي وحده اش بي ار، يعني تفك لي يا هاي يا هاي يا هاي. اي وحده حتفك؟ اذا انا بدي افكر فيها حتفك هيدي اللي هون. ليه؟ لانه هيدي اللي هون
هو تري سبستيتويه. يعني انا اذا بدي بفضل اني فك حفك هيدي اللي هي اللي تري سبستيتويه ويعطيني الكربوكاتيون اللي هون اللي هو اللي هون اللي هو كربوكاتيون اللي هون حيكون كربوكاتيون ترسيير. يعني انا اذا بدي افضل الشيء الوحده هي اني صنع كربوكاتيون ترسيير ففك هاي وبعمل كربوكاتيون ترسيير هون ساعتها بركب على البي ار. ومن ثاني ميله حيكون الهيدروجين حسب ماركوف نيكوف مثل ما حكينا قبل شوي. فاذا البرودوي اللي يفضل انه يكون حيكون هو السنك. اوكي، لانه اذا بطلع انا على هول الاثنين اللي هون ولا وحده منهم حتعمل ان كربوكاتيون حتعمل ان كربوكاتيون ترسيير الا باري ارانجمون. بس هي دغري بتعطيني ان كربوكاتيون ترسيير لانه هي التري سبستيتويه هي احسن وحده اذا بدكم لاني اكسرها. دونك انا بفضل اني اعمل هي ولا اني اعمل هونيك. اكزامبل ثاني عم بيقول لي بور لي رياكسيون. اوكي، بور لي رياكسيون سويفونت dessiner les deux formes de résonance de l'intermédiaire réactionnel aboutissant au produit formé. Et là, on va voir les deux. On a un des haïda, l'intermédiaire réactionnel. L'intermédiaire réactionnel, on a X le double liaison, on a l'intermédiaire tabac. Il y a des carbocations, on a les haïda. هات لنطلع اي الاثنين كربوكاتيون اللي ممكن نعملهم. هات لنشوف. هات لنبلش. اذا بدي اكسر اول وحده اي، اذا انا بدي اكسر هاي وين بحط الكربوكاتيون؟ هون او هون؟ بدي احط هون. ليه من هالميله؟ ليه لازم احط الكربوكاتيون هون؟ ليه؟ ستابيليزي بار ريزونانس بالضبط، لانه هيدا ستابيليزي بار ريزونانس فانا ححطه هون. اوكي، طب اذا كسرت الثاني وين ححطه؟ حد السيبستيتيون. اذا كسرنا الثاني حنحطه ميلي تحت. نعم، محل ما في سيبستيتيون لانه حنحط الهيدروجين هون، هيدروجين على بلو سبستيتي على موان سبستيتي بلو هيدروجين. دونك هول الاثنين انترميديير رياكسيون اللي حيطلعوا معي ساعتها شو حيطلعوا لي برودوي ماجوريتير تحت اللي رح نكتبهم. مره بحط هون ب ار ومره بحط هون ب ار بكل بساطه. هول هن يا كمان بشغل انا ما انتبهت لها انه انا هون كان فينا نعمل من هيدي اللي عندي اياها انا هون من اللي عندنا اياها هيدي هون دغري نعمل الفورم ميزومير تاعت هاي ساعتها هاي حتجي لهون واعملها. اوكي، رمارك صغيره بس بالنسبه لهيدا الاكزرسيس. اللي عندي اياه انا هون، هون انا اذا بدي افكر اي اول وحده بشيلها من هوتنين، اي اهم وحده اني انا شيلها؟ اللي عندي اياها فوق ولا اللي عندي اياها تحت؟ اللي عندي اياها فوق. وبنفس السبب هالاكزرسيس نحن هون فضلنا نكسر التري سبستيتويه. نفس الشيء هون بفضل اني اكسر مين؟ التترا سبستيتويه اللي هي عليها اربعه سبستيتيوشن، هيدي عليها ثلاثه، فانا اسهل لي اني اكسر مين؟ التترا سبستيتويه. ساعتها شو حيصير عندي؟ حنكسر التترا سبستيتويه وحط الكربوكاتيون هون، احطه على هيدا لانه قلنا بيقدر يعمل ريزونانس. بالاكزرسيس هو سهل علينا وقالنا هذا الشيء ما انتبهنا له، انه هو قالنا بالاكزرسيس اعطوني دو فورم دو ريزونانس، دونك من هيدي حانطلق واعمل الفورم دو ريزونانس. دونك حتنط هيدي لهون تطلع الفورم دو ريزونانس عند الكربوكاتيون، هو الكربوكاتيون اللي تحت. ساعتها الكربوكاتيون اللي تحت حركب عليه بي ار وحركب بي ار على هذا اللي هون ليعطوني الاثنين برودوي ماجوريتير. يعني ما كسر لي دو؟ نو، هو كان لازم اذا بدكم اضبط الاكزرسيس كان لازم يقول لي ان اكيفالون.
كان لازم يقول انا كيفالون لتطلع اوضح، لانه لو تطلع مرة هيك واحدة. في فكره شو فينا فكره شو ما بدها. دونك اضبط ليلي حيكون هاي، لانه هو اثنين فورم دي ريزونانس ستابيليزي اثنيناتهم بار ريزونانس. اوكي، لانه نحن بنفضل انه نكسر التترا سبستيتوي انو با تري سبستيتوي. داكور. اوكي. Quels sont les alcènes adéquats pour la préparation du bromure? Sorry. OK. Donc, pour préparer le produit, il y a un maillet. Et là, on va le faire. Donc, on va faire le produit من واحد أو من اثنين من هول اللي عندي ياهم أنا هون. Par HBR. Donc, on va استعمل le HBR. هيدا ال HBR بده يعمل اتاك على هولي ليعطيني هيدا البرودوي. هات لنا نطلع باول واحد. اول واحد شو حيعمل؟ اذا كسرنا هاي حنحط الهيدروجين من هون، الكربوكاتيون هون، اساسا هيدا ما حيعطيني هيدا البرودوي لانه عندي هيدي هون. دونك اساسا ما حيعطي هيدا البرودوي. دو، اذا كسرت هاي حنحط الهيدروجين هون سلو ماركوفنيكوف على اللي فيه هيدروجين، ومن تاني ميلي حنحط الكربوكاتيون بلس. هالكربوكاتيون هو الكربوكاتيون ستابل ما حيعمل ريارانجمون، دونك حنحط هون البئر. دونك هيدا مظبوط. اخر واحد نفس الحكي، حنكسر هاي حنحط الهيدروجين هون سلو ماركوفنيكوف لانه هيدا عليه اثنين هيدروجين، الموا البلو هيدروجين موا سبستيتويه، وهيدا اللي هون كربوكاتيون، كربوكاتيون ستابل. دونك حخلي هيدا هون وحركب هون بي ار. دونك الاحتمالين اللي عنا اياهم حيكونوا 2 و 3، اثنيناتهم بيعطوني الميم برودوي. بالنسبه للاديسيون راديكالير، الاديسيون راديكالير هي مثل الرياكسيون مثل اللي قبل شوي، اون بريزونس دو اتش بي ار. اللي حكيناها قبل شوي كانت من ميلة فوق. اتش بي ار لحالة بتكسر لي هاي، بتحط لي الهيدروجين هون والبي ار هون، اللي هي اول احتمال. بس الاديسيون راديكالير هي ان بريزونس دو اش نو او ار او ار. هول اش نو ار او ار يل فافوريز لاديسيون راديكالير. دونك اون باس بار دي راديكو، مثل السبستيتيسيون راديكالير اللي شفناها بدرس الالكان. دونك شو حيصير عندنا هون؟ الفكرة انه هاي الرياكسيون سي رياكسيون انتي ماركوفنيكوف، بعكس ماركوفنيكوف. يعني الهيدروجين وين حيروح؟ بيروح على الكربون الموا هيدروجيني. دونك الهيدروجين حيركب بالعكس، الهيدروجين حيركب هون، البي ار حيركب هون، با دو كربوكاتيون. دونك حنوصل لهيدا لهي الفورم، حيركب البي ار هون والهيدروجين عندي. ناخذ اكزامبل، عم بيقول لي عندي هيدي ان بريزونس دو ار بي ار اي ار او ار ار او ار، او في اللي كمان مثل ما اتفقنا في حط لي هون اش تي. هات لنطلع فيه. دونك هيدي اتفقنا انه هي انتي ماركوفنيكوف وي نيا با دو كاربوكاتيون. دونك شو حنعمل؟ يعني ما في داعي افكر لا بالستابيليتي لا ريارانجمون لا ريزونانس اتسيتيرا. دونك شو حنعمل؟ حنكسر هاي، الاش بنحطها على على الكربون اللي فيه اقل اش، يعني هيدا، والبي ار حنركبه على هيدا. ساعتها كيف تطلع على الفورم تاعيتي؟ حنركب البي ار على الطرف. في شي سؤال؟ دكتور، الاش بي ار ما بيتفاعل مع الموليكول اروماتيك؟ نو. هيدي بناخذها بدرس الاروماتيك اللي مش مطلوب منكم، يعني ما منا 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 مسؤوليتكم هي هلا. وهي بدها كونديسيون بلو سبيسيفيك، يعني هي بي ار 2 شفتوها بي اف 3 هو اللي شفتوه باخر شابيتر. في سؤال ثاني؟ دكتور تفضلي. هلا الاش بي ار مع اي دوبل ليزون حتى ما بتفرق؟ بس مش الاروماتيك. الاروماتيك ما بيعمل بعد هلا. اي انا وي ميرسي. يلا
بس كميكانيزم بشكل سريع لتعرفوا انه هيدي بتمرق ب دي غاديكو ليبر مثل السبستيتيوسيون كليوفيل، عفوا السبستيتيوسيون راديكالير شفناها في شبكه الالكان. تروا ايتاب انيسياسيون بروباغاسيون تيرمينيزون. اول ايتاب بصير في عندنا كوبور هوموليتيك تاعت الاش بي ار، حيطلع عندي راديكال اش راديكال بي ار. ثاني ايتاب هلا هي انا بهمني احكي عن الاش بي، ما كثير حركز على الار او ار كرمال تشوفوا الشبه مع السبستيتيوسيون راديكالير. دونك حيصير في عندي كوبور هوموليتيك ان بريزونس دو لوميير اللي يعطيني اثنين راديكو. الراديكال ليبر بي ار بيعمل اتاك، هو اللي حيبلش يعمل اتاك، او اذا بدكم هيدي الليزون بين ال البي ار والدوبل ليزون. دونك شو حيصير؟ حيصير في عندي كوبور هوموليتيك لهيدي الدوبل ليزون، حيصير في عندي راديكال ليبر بريزون على هيدا اللي هون، وعلى تاني كربون حيركب البي ار لانه حيعملوا دي ليزون سوا. ساعتها حيصير عندي ان راديكال ليبر هون، هيدا الراديكال ليبر حيركب مع مين؟ مع الهيدروجين تبع الاش بي ار. نرجع بصير في عندي كوبور هوموليتيك بين الاش والبي ار، وعندي ليزون بين هيدا الراديكال ليبر تبع الكربون والهيدروجين ليعطيني البرودوي اللي معي. بس مثل ما اتفقنا سولو انتي ماركوفنيكوف، ومثل ما شفنا ان با باسي بار ان كاربوكاتيون، اخر شيء الفاز التيرمينيزون الغاديكو ليبر بيرجع بيلزقوا ببعض اللي هنا هو البي ار. اديسيون الكتروفيل دي زالوجين، برجع بقول لكم بليز هول اللي بالمربعات احفظوهم كثير كثير منيح وما تضيعوا فيهم. هات لنطلع مثلا بالبي ار 2 على اديسيون دو بي ار 2 او بيان اكس 2. هيدي الاديسيون دو بي ار 2 هيدي نو باس با بار ان كاربوكاتيون، اديسيون ترانس، هلا بنشوف اللي هي ترانس، هلا بنشوف الميكانيزم، وال باس بار ان انترميديير بانتي، يعني حيكون عندي مثل اذا بدكم ان بون، اذا بدكم بونتي. اوكي دونك حيطلع عندي انا ان بون بيناتهم، هلا بنشوف شو هي شو. دونك شو حيصير؟ هيدا ال هيدا عندي انا هون بي ار 2، اللي حيصير انه بي ار حيركب على اول كربون وبي ار حيركب على ثاني كربون. اللي بدي انتبه له انا انه الاديسيون حتكون اديسيون ترانس، واحد لف واحد من فوق واحد من تحت اذا بدكم، كل واحد منهم من ميلي. شو حيطلع عندي؟ اذا بتشوف انا الميكانيزم ليه بتطلع هيك؟ انا هون عندي بي ار 2، شو حيصير؟ هيدي الدوبل ليزون حتعمل اتاك على البي ار، والبي ار هيدي حتطير. دونك حيصير عندي بي ار موا وعندي بي ار بلس راكبه بهيدي الدوبل ليزون. هيدا حنسميه هيدا انترميديير، بنلاحظ انه عنده سو فورم دو بون. دونك انا هون عندي هيدا الانترميديير سو فورم دو تريانج، بهو دائما بيكون بالبي ار 2. دونك شو حيصير هلا؟ هلا هيدا البي ار اللي انا معي بيرم وحيعمل اتاك من هون، ينزل من تحت اتاك دورسال لانه نوكليوفيل اف ان 2، وحيفك البي ار بهيدا الاتجاه حيطلع لفوق. دونك ساعتها حيعمل البي ار مو اتاك دورسال من تحت ويفك البي ار، او من فوق بيعمل اتاك ويفك البي ار من هيدي الميله. ساعتها عندي هول احتمالين واثنيناتهم هن دي ميلانج ترانس، دونك اثنيناتهم ترانس لبعض. هات لنشوف بالنسبة للستيريوشيمي، أنا هون عندي هيدا اللي عندي إياه هون، أنا الهيدروجين هيدي دوبل ليزون حتنكسر، بس اكسر الدوبل ليزون حيجي عند الاثنين بي آر، حيعملوا لي أن انترميديير بونتي، ومثل ما اتفقنا بده يطلع أديسيون ترانس. دونك اللي أنا عندي إياه هون، فإذا إنه هون عندي هي حتنكسر وحيعمل الانترميديير بونتي مثل ما اتفقنا، هيدا هون عند بي ار بلس، بي ار بلس حيجي هيك. ساعتها شو حيعمل؟ حيعمل اديسيون ترانس. ساعتها بنلاحظ انه مره البي ار طلع لقدام ومره البي ار طلع لورا، وبالعكس نفس الشيء هون، مره لقدام ومره لورا. واذا بنلاحظ هول الاثنين لبعض هن شو؟ هن دي زينونتيومير، لانه هيدا ايماج لبعض بارابور ا ميروار. واذا بتشوفوا الار والاس حيطلعوا يمكن اثنيناتهم ار ار،
اساس. بالنسبه للي ورا نفس الحكي، نكسر الدوبل ليزون تبع البي ار، كسرت تبع تبع السن اللي معي بكسر الدوبل ليزون، بس تنكسر بار من ميلي وكل واحدة من ميلي، بس بدي اعتبر انه مر انه الاديسون بتكون ترانس، بار لفوق بار لتحت بار لفوق بار لتحت اديسون ترانس. ومنلاحظ انه نفس الشيء هول الاثنين لبعضهم هن ديزيزومر تحديدا ار اس اس ار. وهون اوكي لو كان اللي عندي اياه هون انا مثلا كان سي اتش 3، بيطلعوا الاثنين كربون اللي انا عندي اياه هن دي كربون اسيمتريك ايدنتيكمون سبستيتيي، ساعتها حنوصل لكومبوزي ميزو بيطلع عنده بلان دو سيمتري اذا عملت روتاسيون لهيدي. دونك بدي انتبه انا انه هيدش انه هيدي الرياكسيون تخلق لي ان ميلانج اسيميك دو دو زينانتيمير، او اذا كانوا ايدنتيكمون سبستيتيي بيعمل لي ان كومبوزي ميزو اللي تحت هي ذاتها بنفس المنطقه. في سؤال لهون؟ اوكي اديسيون للاش او بي ار والاش او سي ال، نفس الشيء اذا قال لي بي ار 2 مثلا بي ار 2 اش 2 او، نفس المنطق ماركوف ديكوف لو باس با ان كاربوكاتيون، اديسيون هي نفس الشيء انتي وعندي ان انترميديير مثل قبل شوي تريانجولار. شو حيصير؟ انا بس اقول عندي اش او بي ار او اش او اكس اذا بتكون اش او بي ار اش او سي ال اتسيتيرا، اللي حيصير انه هيدي دوبل ليزون حتعمل اتاك، دائما هيدي نيوكليوفيل حتعمل اتاك على الالكتروفيل، حيطير الاش او موا، حيصير عندي الانترميديير اللي حكينا عنه قبل شوي عندي اكس بلس من فوق، الاتاك حتصير اتاك دورسال اس ان 2 من تحت وهيدا بيطلع لفوق حيعمل لي اديسيون ترانس، او بالعكس من فوق حيعطيني من تحت. مهم انا اللي بيهمني اني اعرفه انه سيستين باس طبعا كاربوكاتيون سي سولو ماركوف نيكوف او باس بار ان انترميديير بونتي. هات لنا نطلع هون مثلا اذا بتطلعوا وحده عندها بي ار والثانيه عندها او اش، يعني انا ما عندي اش لاقول سولو ماركوف نيكوف. طب شو قصدي انا سولو ماركوف نيكوف؟ سولو ماركوف نيكوف الاش او موا شو حيعمل؟ هو اللي حيعمل اذا بدكم حيعمل برودكسيون لكربون ستابيليز لشارج بوزيتيف. شو عندي يعني؟ إذا أنا كسرت هيدي أنا عندي احتمال عندي أو أش من ميلة وعندي بي آر من ميلة تانية. طب أي طب وين بدي أحط الأو أش وين بدي أحط البي آر؟ دائما نحن بنحط لأنه سولو ماركوفنيكوف، ساعتها شو حيصير؟ ساعتها البي آر حيكون مثله مثل الهيدروجين. البي آر وين حيروح؟ البي آر حيروح على الكربون الموان le plus hydrogéné le moins substitué ساعتها ال BR هو اللي وين حيروح؟ ال BR حيروح عند هيدا، ال OH حيروح عند هيدا. يعني ال OH هو اللي حيعمل ان كربوكاتيون او هو اللي اذا بدكم اللي لازم يكون ترسيير ليكون ال plus stable. نفس الشيء اذا انا عملتها مع BR2 H2O هي ذاتها، اذا قريت انا HOBR او BR2 H2O هي ذاتها BR2H2O حتعمل لي نفس الشيء ان انترميديير بونتي بنفس المبدا، هيدي بتطير اللي فوق وحيعمل ان انترميديير نفس الحكي تريانجولار. الH2O اللي معي اللي عندي انا هون حيعمل نفس الشيء اتاك، الاتاك اللي حيعملها حتكون من هون وحيطير البي ار من هون، ساعتها شو حيطلع عندي؟ حيطلع عندي H2O هون بلس اوكزونيوم حيطير حعمل عفوا دي بروتوناسيون للهيدروجين اللي معي هون، بيطلع عندي البي ار سولو ماركوفنيكوف على السي اتش 2 اللي معي والاو اتش على السي اتش اللي معي هون. اوكي دونك بنفس المنطق اللي معي هون سي ال 2 او اتش 2 زو، السي ال بيروح لوين؟ بيروح لعند مثل الهيدروجين، حيروح عند البلو هيدروجيني، حيروح السي ال عند البلو هيدروجيني والاش 2 زو على هيدا اللي هون اللي هو الموا هيدروجين. هي هلا كمان اون بو برودوير 2 سي ال من ميل لانه انا عندي سي ال 2، بس ما بنعبرها نحن بالشيمياء، بنحكي اكثر عن هيدي لانه عندي سي ال 2 اش 2 زو. في شي سؤال؟ دكتور
هلا ال OH هلا يا دلتا موا و بلس هون اخر شيء وين تحت مع السؤال هي ال OH هي عليا دلتا موا ال OH ال O هي دلتا موا اذا بدك وي والسؤال هي الدلتا بلس نو ما بيهمك ليه بتفكري فيهم لهو ما في داعي تفكري فيهم ابدا طيب كيف بدنا نعرف اذا ما بدنا نعرف مين هو اللي عليه دلتا بلس والدلتا مو حتى نعرف عمين بدنا نعمل اتاك قلت لكم اياها السي ال او البي ار بيروحوا على الكربون البلو هيدروجيني بيدوروا على الكربون اللي عنده هيدروجين وبيقعدوا عليه وي وي يعني مثل الاش بالضبط مثل الاش هيدي اسمها كوفنيكوف وي داكور دونك اللي وراها هي الهيدراتاسيون الهيدراتاسيون اللي هي بلس H2O اسمها هيدراتاسيون يعني هي بلس H2O سلون ماركوفنيكوف باس باغ ان كاربوكاتيون وهي ان بريزونس داسيد انا بهمني انه انا ال H2O اللي بدي اياه هي ان ميليو اسيد ليه؟ الحقيقه لنشوف شو حيصير انا عندي هون H بلس هيدي ال H بلس شو حتعمل؟ هي ال H بلس عندي هون دوبل ليزون حتكسر بال H بلس ليصير عندي كاربوكاتيون دونك شو حيصير عندي هون هيدي قلنا سولون ماركوفنيكوف ال H بلس هيدي منين اجت من البينيو اسيد اللي هو يا H3PO4 يا H2SO4 دونك شو حيصير عندنا هون حتكسر هيدي حيصير عندي الهيدروجين وين حتقعد على الكربون لو بلو سبستيتوي دونك هيدا حيصير عندي 3 شو حيصير ساعتها عندي هون كاربوكاتيون لانه قلنا الباس باغ كاربوكاتيون ساعتها شو بقى عندي؟ عندي H2O، ال H2O حتعمل اتاك على الكربوكاتيون، حيصير عندي O بلس H2، دي بروتوناسيون بنشيل البروتون اللي عندي هو موان H بلس، أو دي بروتوناسيون بار H2O، وبيصير عندي ال OH اللي معي اياهم. دونك الهيدراتاسيون أن ميليو أسيد هي بلس H2O، H بلس و OH، يعني محل ححط H بلس، محل ححط H، ومحل ححط OH ولأنه elle passe par un carbocation on a une possibilité de réarrangement هات لنشوف هيدي إذا بدكم يلا بنفس المنطق هون شو عندنا عندي أنا plus H2O plus H2O نفس الشيء بدي صنع un carbocation وبرجع بعمل بحط ال OH شو عندي احتمالات؟ هون عندي اثنيناتهم للتين كربون اللي عندي اياه عفوا التين اسيل اللي عندي اياه نتخي سبستيتوي دونك بدي افكر بالاثنين هات لنفكر باول واحد اللي فوق حاكسره وين بحط ال H بلس؟ ال H بلس اكيد تنحط هون عفوا الكربوكاتيون بده ينحط هون بلس سي بلس ال H بلس بده يقعد هون هيدا هون ال H دونك ال H بده يقعد هون الكربون الكربوكاتيون بده يقعد هون لسببين واحد تغسير اثنين هو اللي بلو سبستيتوي دونك هون حيطلع عندي H بلس ساعتها بيقعد عليه ال OH دونك هيدا اول احتمال انه انا ركب ال OH على الكربون تبع اسيد OH 5 ثاني احتمال هو اني شيل هيدي دوبل ليزون بحط H هون والكربوكاتيون هون الكربوكاتيون اللي عندي اياه هون شو حيعمل؟ الكربوكاتيون اللي هون بيركب ال OH بهذا المحل دونك حيطلع عندي OH بهذا المحل اوكي بس في عنا شغله بنفس المنطق تبع هداك الاكزرسيس دونك انا عندي هو احتمالين بس هل هو الاثنين هن الاحتمالين الماجوريتير؟ انا بلاحظ انه عندي دي دوبل ليزون يعني اون بو باسي بار كوا par des réarrangements ou par quoi et là, on peut passer par des résonances. Si on a besoin de tirer fiun la hole les deux, حامل اول فورم ارجع. اذا انا شلت هاي وعملت هون كربوكاتيون هيدا الكربوكاتيون اذا بدنا نقول ستابيليزي بار هاي وي بس انه باس ستابيليزي بار ريزونانس. اذا بدي افكر بالثاني هات لنشوف الثاني. اذا انا كسرت هاي شو حيطلع عندي؟ حيطلع الكربوكاتيون هون والهيدروجين هون مثل ما اتفقنا قبل شوي. هيدا الكربوكاتيون شو بيعمل؟ إلي ستابيليزي بار ريزونانس. دونك شو في يعمل؟ يعني في يركب لي او اش هون وفي يعمل ريزونانس يجيب هيدي لهون شو حتعطيني؟
حتعطيني الكربوكاتيون هون. ساعتها شو حيطلع البرودوي تبعي؟ حيطلع البرودوي بهذا الشكل، عندي C2H5 فوق، الكربوكاتيون هون، الفورم دو ريزونانس عندي الدبل ليزون هون، وعندي CH3 هون. ساعتها الاحتمال الثاني لإلي انه هو انه شو اعمل؟ اني احط دبل ليزون، عفوا الاو اش، اني احطها هون وبشيل الكربوكاتيون. دونك الاحتمالين تبعي هن بيمرقوا باغ فورم دو ريزونانس اللي هن هول الاثنين، اللي هن او اش هون مثل ما اتفقنا اول مره، ثاني شيء عندي فورم دو ريزونانس وبركب الاو اش بهيدا المحل، لانه ريزونانس الستابيليز بلس مثل ما اتفقنا، دونك حيطلع عندي هيدا الاحتمال. في شي سؤال على هيدا الاكزرسيس؟ هيدا تري امبورتون. دكتور في كتير بالاخر لو سمحت. من وين؟ بس انه من بعد ما تعمل الفورم دو ريزونانس تعمل ديلوكاليزاسيون للدوبليه. اوكي، دونك اللي انا قلته انه انا اذا عملت اذا كسرت هاي حيطلع عندي كربوكاتيون هون. هذا الكربوكاتيون اللي عندي اياه انا هون هو ستابيليزي بار ريزونانس. يعني انا هيدي فيها تجي تنط لهون. دونك حترجع تخلق لي هيدا البرودوي اللي حكيت عنه انا قبل شوي. حيطلع عندي كربوكاتيون هون. هون عندي C2H5 فوق وعندي هيدا هون. بس ينط الدوبل ليزون حيصير عندي هون الدوبل ليزون. ساعتها وين في يحط ال OH؟ في يحطها على الكربوكاتيون اللي هو ستابيليزي بار ريزونانس، حطها هون. دونك هيدا هو الاحتمال. الاحتمال الثاني هو اللي يحطها تحت محل الكربوكاتيون اللي تحت اللي هو كمان ستابيليزي بار ريزونانس. بس كل الفكره انه نحن تما نقول انه الاثنين بينكسروا، الاثنين ليزون بينكسروا صح؟ هن فعليا الاثنين بينكسروا، بس لما تكسر الثاني هيدي اللي فوق حتعطيك ان برودوي نون ستابيليزي بار ريزونانس. بس انا بفضل انه لاقي دي برودوي ستابيليزي بار ريزونانس، عشان هيك حفكر بالريزونانس، لانه انا بدي لي دو برودوي ماجوريتير. هيدا كي ان برودوي مضبوط، بس il ne sera pas majoritaire بالنسبه لهول. اوكي ميرسي. يا هلا. اوكسي ميركوراسيون دي ميركوراسيون، بعدين عندي بعد اثنين رياكسيون وبخلص، ما عادش عندي اكثر من هيك، يعني بخلص مفروض على الوقت. دونك الاوكسي ميركوراسيون دي ميركوراسيون هيدا بدنا نحفظ الرياكتيف تبعها، بعرف شنيع بس بحفظ. دونك اللي عندي انا هون عندي اش جي اللي هو الميركور او اس تي دو فوا اش 2 او تي اش اف. شو بتعمل هاي؟ هيدي الرياكسيون اكيد الميكانيزم مش مطلوب منكم، بس هيدي الرياكسيون هي الفا فورمي دي زالك ان الكول سولون ماركوفنيكوف. بس الكاركترستيك انه ان باس طبعا كربوكاتيون. شنو ان باس طبعا كربوكاتيون؟ يعني ما في داعي اني افكر بال ري ارانجمون. دونك انتم دائما اذا بتشوفوا رياكسيون ما عملت ري ارانجمون، دونك قولوا انه هيدي ان باس طبعا كربوكاتيون. اوكي، حتى لو منه ماجوريتير، اتفقنا؟ دونك ان باس طبعا كربوكاتيون هيدي. شو حيصير ساعتها؟ حنكسر هاي، بدي ركب الكول اش من ميلي او اش من ميلي سولو ماركوفنيكوف 3 على هاي او اش على هاي. المفروض صرتوا تعرفوا كيف تعملوها. الاش على الكربون البلو سبستيتوي عفوا البلو هيدروجيني، والاو اش على البلو سبستيتوي المو هيدروجيني. عرفت المنطق اللي عندي انا هون؟ هيطلع نطلع بالنسبه للي تحت. شو عندي انا هون؟ بكسر هيدي او اش هون و اش ورا، وما عندي احتمال تاني، عندي ان سول برودوي، عندي ان برودوي يونيك، لانه هاي دو باس طبعا كربوكاتيون. بالنسبه للاش 2 اس او 4 هي هيدراتاسيون ان ميليو اسيد، عندي اش بلس اش 2 او، اش بلس اش 2 او شو حتعمل هاي؟ حتكسر الاو اش، بس اكسر الاو اش عفوا هاي اكسر دوبل ليزون، بس اكسر دوبل ليزون الباس بار ان كربوكاتيون. دونك هحط الهيدروجين هون، الكربوكاتيون هون، هيعطيني هيدا البرودوي مينوريتير، بس عندي ان برودوي ماجوريتير بار ريارانجمون بيعطيني لو برودوي ماجوريتير. دونك عندي دو برودوي اونيك. يعني اذا رياكسيون عطاكم دو برودوي فيكم تفكروا انه في ريارانجمون، ثاني وحده il n'y a pas de ريارانجمون، دونك فكر بالاوكسي ميركوراسيون دي ميركوراسيون. اوكي دكتور، هلا لما بيكون معنا H2O مع H2SO4 بنفكر بالاوكسيميراسيون؟ نو، هول غير بعض. انا هون عم بعمل لكم كومباريزون انتر الاوكسيميركوراسيون والديميركوراسيون وال H+H2O.
أول واحدة فوق حكيناها بالإدغاتاسيون أو ميليو أسيد. إيه لأنه مرقت قبل فضعت هون لأنه جات حطيتها. أنا بس ككومباريزون إنه اثنيناتهم بيعطوني الكول، اثنيناتهم بيعطوني الكول. هيدي هي زيتها، اتفقنا إنه هيدي 100 هيدا سولو ماركوفنيكوف 100 كاربوكاتيون بكسر هيدي سولو ماركوفنيكوف عندي اش هون او اش هون. دونك عندي هيدا هو البرودوي اللي حيطلع بكل بساطة. دونك او اش اخر وحدة هحكي فيها ومنوقف الهيدروبوراسيون ديز الالسان. انا عندي بي اش 3، بدنا ننتبه انه البي اش 3 مع الالسان لما يكون بي اش 3 لحاله تعمل اديسيون 6. هاي الاديسيون 6 شو حتعمل مع البي اش 3؟ هيدي الرياكسيون هي انتي ماركوفنيكوف، يعني الهيدروجين بيروح على الكربون الموا هيدروجيني لانه هيدي انتي ماركوفنيكوف والاديسيون هي اديسيون 6، يعني الاثنين هن بنفس الميله. دونك شو حيصير ساعتها؟ نكسر هاي. إذا هون عندي هيدروجين ساعتها شو حيصير؟ إذا هون عندي هيدروجين سوري شو حيصير؟ عندي ال BH2 حيقعد على الكربون البلو هيدروجيني والهيدروجين على الموا هيدروجيني. ليه؟ لأنه أنتي ماركوفنيكوف واثنيناتهم من نفس الميلة لأن الأديسون سي أديسون 6. هلا نحن اون جينيرال ما بنكتفي بالبي اش 3 لحالها لان ما حتفيدني البي اش 3 لحالها، ما حيفيدني ان برودوي عنده بي اش 2. عشان هيك دائما او باغلب الاحيان هلا حسب انتم الاكزرسيس تبعولاتكم، اذا عاده اون جينيرال بالاكزرسيس بنلحقها بي اش 2 او 2 اش او موان. ليه؟ لانه بطير البي اش 2 وبحط بداله اش او اش. يعني هاي الرياكسيون ديدروبوراسيون اذا كملتها مع اش 2 او 2 اش او موان حتعطيني شو؟ حتعطيني الكول سلو انتي ماركوفنيكوف لانه الهيدروبوراسيون اللي عملناها قبل شوي كانت انتي ماركوفنيكوف. اوكي دونك اللي حيصير انه بشيل هاي وبحط هون او اش سلو ماركوفنيكوف. نعم اخر وحده سلو ماركوفنيكوف مع الاو اش انتي ماركوفنيكوف. قلنا انتي ماركوفنيكوف لانه الهيدروبوراسيون هي انتي ماركوفنيكوف. اوكي وفي يقول يا بي اش 3 يا فينا نقول بي 2 اش 6 اثنيناتهم نفس الحكي بميليو تي اش اف. اوكي دونك هذا الشيء اللي انا حكيته انه هون كمان كومباريزون انتر اش 2 اس او 4 يعني اش بلس اش 2 او والبي اش 3. قلنا بي اش 3 لما الحقها بي اش 2 او 2 اش او موان H2O اللي بدكم اياها هيدي بس تلحقها بهي حاخلق الكول. اتفقنا انه الكول اللي بدي اخلقه شو حيكون؟ حيكون الكول انتي ماركوفنيكوف. طالما انتي ماركوفنيكوف حيطلع عندي الاو اش هون الاش هون لانه هيدا انتي ماركوفنيكوف. بالعكس لو كان عندي انا هون اش بلس H2O حروح سولو ماركوفنيكوف حط هون 3 وهون كاربوكاتيون شوف اذا في غيارانجمون ولا ما في غيارانجمون. اذا في غيارانجمون ساعتها بزبطه، اذا لا بيطلع عندي البرودوي او اش على هذا الكربون اللي عندي اياه. دونك سولو ماركوفنيكوف اخر بارتي ديتيرميني لا ستركتور دو لالسين تبع هيدا الرياكسيون. يلا بنفس المنطق تبع ال بدي اعرف اي ألسان حيعطيني هيدا البرودوي هات لنطلع عليه. انا هون ركبنا بي اش 3 عفوا ركبنا او اش لانه هون عندي انا بي اش 3 تي اش اف. ركبنا او اش وين؟ ركبنا او اش واش عشو اتفقنا بدهم يتركبوا سولو انتي ماركوفنيكوف. دونك حركب الاو اش على الكربون اللي لازم يكون البلو الكربون الاو اش بده يتركب على الكربون اللي عنده اكثر هيدروجين بالضبط. دونك سي اش 3 بدي ركب الاو اش انا هون ساعتها وبدي احط هيديك بهذيك الميله. بس انا اللي بدي اطلع عليه هون هي انه هيدي الرياكسيون رياكسيون 6 مثل ما اتفقنا هذه سون 6. دونك شو حيطلع عندي انا هون؟
لانه الاديسيون سي اديسيون 6 حنركب ال OH وال H دي ميم كوتي دونك بس هون ال H لورا شو حنعمل فيها لهي بدي اعمل لها روتاسيون بدنا ننتبه انه هيدي ال H وال OH بدهم يكونوا بنفس الميله دونك بدي اعمل لها روتاسيون شو حيطلع عندي فعليا حيطلع عندي OH لف OH فوق عندي H لورا عندي CH3 لقدام بدي ابرم هيديك مثل ما اتفقنا مثل الحنفيه بدي اقربها كيف حيطلع عندي عند ال H بدها تطلع لفوق لانه الاديسيون اديسيون 6 مين حيطلع لورا ومين حيطلع لقدام بهيدا الشكل هات لنطلع ال H طلعت لفوق الفينيل حتطلع لقدام والهيدروجين حيطلع وال سيدو اش 5 حيطلع لورا انتو بس برموها بتطلع معكم هيك هلا منفك اللي عندي اياهم انا يعني بفك اللي ركبتهم بعد الرياكسيون فك ال H وبفك ال OH اللي لورا مع بعض سيدو اش 5 وال H بنفس الاتجاه والفينيل وال CH3 بنفس الاتجاه دونك عندي فينيل وعندي CH3 بنفس الاتجاه الاحتمال الوحيد حيكون هو ال B اللي هو الفينيل وال CH3 بنفس الاتجاه وال H وال CH5 بالاتجاه الثاني دكتور فيك ترجع تعدل الروتاسيون اللي عملتها اوكي حارجع مثل ما اتفقنا نحن مثل ما اتفقنا انه ال OH وال H بدهم يكونوا بنفس الاتجاه هيدي ما تنسوها انه الان الاديسيون هي اديسيون 6 مثل ما اتفقنا قبل شوي الاديسيون 6 فاذا انا بدي اخلي الهيدروجين يكون بنفس الاتجاه مع ال OH ال OH هي لفوق بدي اخلي الهيدروجين كمان لفوق برمون حطوا الهيدروجين لفوق وبرموا الموليكول الفينيل حتنزل محل السيدو اش 5 تصير لقدام والسيدو اش 5 حتروح محل الهيدروجين وتصير لورا دونك الفينيل لقدام السيدو اش 5 لورا والهيدروجين دون لو بلان الهيدروجين والاو اش حيطيروا مع بعض شو حيطلع عندي سيدو اش 5 لورا والاش لورا يعني هم نفس الاتجاه سيدو اش 5 والهيدروجين لورا بنفس الاتجاه ونفس الحكي الفينيل والسي اش 3 بنفس الاتجاه D'accord, merci. Yahala. Quelles sont les meilleures conditions pour préparer le composé R indiqué ci-dessous à partir de Q? Un des Q, enfin un des O ou le O est la partie des R. Hâte là de t'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Hâte là, ça va être t'aller voir la fille. Je vais pas savoir. Qu'est-ce qu'on a? Carbocation. Exactement. هيدا الشيء اللي قصدته انا قبل شوي، كسرت هاي وين تركبت الـ OH؟ تركبت على هيدا الكربون، يعني هيدا يعني هون اكيد عندي كربوكاتيون وعندي ريارانجمون. هيدا الشيء اكيد. مين مين منهم بتعطيني كربوكاتيون وريارانجمون مثل ما اتفقنا؟ الـ H2O H2O en milieu acide بتعمل لي هيدراتاسيون en milieu acide بشيل الدوبل ليزون بحط كربوكاتيون دونك ال باس بار كربوكاتيون اي سولو ماركوفنيكوف مني خلصت اللي عندي اياهم على الوقت هول هن يلا في شي سؤال بس بدي اتاكد من شغله الهيدروبوراسيون هي في فورماسيون لا كربوكاتيون نو هيدروبوراسيون هاي با كربوكاتيون اوكي اوكي هلك لازم نزيدها معك الحق اوكي بليز انتوا ركزوا عليه هون منيح احفظوا اللي كل شيء انكادري بالروج وبيخلص معكم كل الشابيتر صراحه هو شابيتر منه صعب بس بده حفظ دكتور تفضلي بس بدي اسالك شيء بالشابيتر اللي قبل ايه قليلي هلا نحن وقت بنكون عم نعمل اس ان 2 بيكون عندنا الجروب بارتون بالبلان يعني منو اون افون او اون اير هل النيوكليوفيل حيعمل اتاك دورسال مثلا اذا كان الجروب بارتون من فوق حيطلع النيوكليوفيل من تحت مزبوط بس الجروب الاون افون والاون اريير ما حيقلبوا يعني اذا كان عندك الاون افون حيقلب نعم عم اقول يعني الاون افون مثلا بيصير اون اريير والعكس اكزاكتومون وي اوكي ميرسي
يا هلا دكتور، تفضلي. بس فيك تبعت لنا هذا البي دي اف على الجروب؟ ايه ايه يلا هلا ببعض يلا. يعطيكم الف عافيه. اذا ما في سوليسيون كمان او ما بيطلعوا معه؟ نعم، انه في شيء في بي دي اف انه في بقلبه سوليسيون. انا اللي عم حطهم بدون سوليسيون. سوليسيون هن اذا بدكم حطهم مع سوليسيون ما عندي مشكل، بس انه كلهم من الدورات صراحه. يعني انا قلت عشان اذا بدكم تحلوهم ما يكونوا سوليسيون قدامكم. اذا في اذا بتقدر بس تحطنا ان اذا بدنا ندور عليهم بالدورات، يعني مش عارفين ايهن دورات بيكونوا. يعني احنا عم تبعهم معك بالدوره بس هذا بس نرجع نعملهم ريفيزيون. اوكي ما عندي مشكل، بس لانه في عالم بتطبعهم صراحه، وانا لانه الحرم اللي عم يتبعون يطلع جواب قدامهم ما ظابطه. عرفت علي؟ اوكي. فيك تعمل لزختين، وحده سوليسيون وحده بلا سوليسيون؟ اوكي ما عندي مشكل، ما عندي مشكل. اوكي ما عندي مشكل يلا. بس هلا هل يمكن ما احطهم دغري، هلا هحط هلا اللي عملناهم اليوم وبشوف كيف ظبط اللي بقيه. اوكي بالايام الجاي، لانه هلا ما ماني قادر صراحه انسي دغري. ححط هيدا هلا. يعطيكم الف عافيه ونلتقى الخميس ان شاء الله. الله يعافيك.